نرحب بضيفي حلقتنا الملازم حميدي الحميدي رئيس مخفر مشهد روحين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية مرحب فيكم ضمن حلقتنا في برنامج أشرق القصة يا خاي. حياك الله أخي، بارك الله فيك. طبعا نحن سمعنا على مواقع التواصل الاجتماعي بخبر جريمة قتل حصلت في منطقة مشهد روحين، توجهنا للمكان بشكل مباشر، حاولنا نلتقي مع عدد من الأهالي لنعرف شوية معلومات حول هذا الموضوع. طبعا نحن فوجئنا في وفاة العم أبو ربيع، ولكن حبينا ناخذ المعلومات والتفاصيل منكم كقسم الشرطة في المنطقة. حياك الله أخي، بارك الله فيك. بداية نحن أعلمنا بضرب رجل مسن داخل منزله، لم تصل المعلومة على جريمة قتل. وتم الخبر أنه مصاب. مصاب نعم، وتم إسعافه من منزله إلى مشفى الهداية في بلدة قاح. قمنا بتوجيه دورية إلى مشفى الهداية في بلدة قاح، حيث شهد الرجل متوفي مفارقا للحياة. تبين أنه غازي الضبعان ابن مصطفى، تولد 1950، عمره 73 سنة، من بلدة جرزناز، ومقيم في مخيم الأرامل. تم نقله من مشفى الهداية إلى الطب الشرعي لإجراء الكشف اللازم وإعلام قائد الشرطة الذي أمر بتسيير 3 دوريات إلى مسرح الجريمة. قمنا بفرض طوق أمني على مكان مسرح الجريمة، ضبط جميع المشاهدات وإفادات المسعفين والشهود. طبعا هون نحن وصلنا للمكان، تبين أنه الرجل يعني عايش في وسط تجمع سكاني، كان من الغريب أنه يمكن تحصل هيك جريمة قتل في هذه المنطقة. يعني هو وقت صار بعد صلاة الظهر، يعني ممكن غالب الناس في الأهالي في المنازل، يعني ما كان حدا في الشارع. طب تحقيقاتكم الأخيرة أو النهائية وين وصلتوا؟ نحن حاليا في توقيت الساعة 12 في منتصف الليل، الله يعطيكم العافية، عم تشتغلوا في يعني بشكل مكثف، في عندنا معلومات ممكن وصلنا لها حاليا؟ فضل من الله عز وجل وصلنا لبعض النتائج الأولية، وقمنا بالتحفظ على بعض الأشخاص المشتبه بهم. تحقيقاتنا مستمرة للوصول للجاني إن شاء الله. الله يعطيكم العافية وشكرا لك للقائك معنا ضمن حلقتنا. الله يعافيك، بارك الله فيك.